يعني طيب انا ما عندي ام وابو، وامي وابوي يا الحرام، يعني كيف ده يفهموه كيف؟ ده قول واحد. اثنين، قال يا اخي، قال يا اخي الزول اللي قتل 700 نفر افضل منك. تخيلوا يا ناس، معسكرات النزوه واللجوء ديلا، الجباويين ديل طبعا، ده فلنقاي تابع للجباويين، ركز، فلنقاي تابع للجباويين، يعني 700 نفر زول القتل افضل مني انا. طيب الزول ده تلقوه طلقه، ما هو زول اللي بيقتل افضل طبعا، احسن صح؟ هاي ادوه طلقه بذاته ولا كيف؟ ده تلفونك والله، ما بعرفوك، بعرفوك الناس دي 2040 نفر، انت مش الزول اللي قتل افضل مني انا، انا وسخان، ما مشكله انا مقبوله منك، انا وسخان صح؟ هاي ماشي، ابابك الف قصه ما اشكال، لكن انت مش الزول اللي بيقتل افضل، هاي دقوه طلقه هو بس، انت بتقدر تموت، هاي ادوه طلقه موضوع انت. يعني تخيل كمية الوسخ وكمية الأفانة والندالة، دير ياكل هو، لأنه وقفت له في حلقومه، وقفت له في حلقومه، اسمع الكلام ده كويس ينادك الله كويس. طيب اسمع نكرره تاني. منكسرة، السلام عليكم، كيف أخبارك؟ إن شاء الله كويس. أنت يا زول الشهر اللي قاعد تسوي فوق كله غلط يا غلط. أنت بلد جوتك وتصحورك في النت ده ما في زول قاعد يستفيد منه، وما في زول دار لايغب. الكلام ده ابقى فيه راجل انه وحد الشعب السوداني. الموت ده ما خلاص، انت بفهمك انه يقتلوا ناس اللي هم برضه يقولوا يزوروا، ولا يقتلوا ناس يزوروا يقولوا هم، الكلام ده ما بيجي. قال كلامك انت يقتلوا الناس الزرق يفضلوا الحمر، ولا يقتلوا الناس الحمر يفضلوا الزرق؟ هو الازرق وينو؟ والاحمر وينو؟ والبني وينو؟ والبنفسجي وينو؟ ومنو سمعنا احنا زرق ذاته؟ والدوله دي دوله افريقيه. بالله عليك الله، شوف الفلنقاي الكلبي ده، لا لا ما عنده وجود. ما ياكل ايش اقسم بالله، انا في عرقومه قاعد. طيب انتهينا منه كده، نمشي قدام عشان انا اوريكم كلكم بتعرفوا. واحد قال لي اشد الفتنه اشد من القتل. طيب خلاص الزول ده تقول لي طلقه بتاع البروفايل ده، ثبتوه ادوه طلقه. بس انت 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 تموت، يدوك طلقه تي عادي، اختصبوا لي مرته عادي، حبوبته عادي، شيلوا قروشه عادي، لكن الفتنه اشد من القتل. ايوه وقتلهم. اي زول كتب لك ده دقوا بروفايله وشوفوه قاعد وين، ادوه طلقه واغتصبوا له اهله وشيلوا قروشه عادي، نورمال عادي عادي. لا انا كلامي اللي بيتكلم انه الناس يدافعوا عن حقوقهم ده فتنه. رايك طيب في المؤتمر الصحفي بتاع جبال النوبه ده شنو؟ ليه ما قلت لهم هناك؟ المهم تعرف الدقش نقشك زي ده، بس ما عندي لك اي حاجه، تقلق انا فاضي. طيب نسمو نسمو امك الشيخ ده قال شنو؟ عبدونا وجعلوا عائلتك الهه اجله صلونا، وكذلك يفعلون، ولكن جاءت الكره حريه مره الثانيه. العداله، خلي اي زول عنده راي فينا خليه يتغلى، كان عنده قدره للاعتقال، اعتقال اكتفاء. زمان لو كنت تكلم زي ده انا خال صباح خلاص تقول تجيب لي سندويش في الحراسه كده، كلام زي ده اول ما نتكلم، لكن جرى ربنا بغير الاحوال اتكلم زي ما داير، فاسق والرابط حريه. ما تخاف، هذه المراه لابد تلجا الى قريتها، ولا بد تزرع الى زرعها، ولا بد تعمل بهايم، ولا بد تعمل بغنم، ولا بد تعمل انت كمان عامل حمار ريفاية ابو فلان، حمار جاي من بدنا في هنا. يسمعوك مسافة 3 كيلو، ما عندها انكم تضعوا احرار تزرعوا فدان زي ما داير. ما في اي زول بيجي من النيجر يقعد في ارضين يقول لي ارضي ده انا عندي 10 سنة، انا عندي 300 سنة 400 سنة، ده عداني انت تجي 10 سنة تقول ارض حقي، خليه يشوف لهم ارضهم وين، اما ارضنا نحن ما نخلو، ما نخلو ارضنا، الكلام ده بوجاك ولا شنو؟ ما نخلو ارضنا، ده كلام مهم جدا، ده كلام مهم جدا، أرسلها لكم وسوف أرسل إلى هناك مجلس السيادة من منبر هنا وسمي صوتي هناك، نحن معاك يا ثورة السيادة، نحن معاك غلابة مساكين، هذه الثورة ثورتنا، نحن من خلفك أعطينا حقنا بكل شيء، ده صوتنا نحن، ده صوتنا نحن يا أيها الناس، ما تقولوا مساكين أنا فكي ما نكتزون، أقتل بس وديلك غفور رحيم، أنت بشرير لغاب
رشه قال لك انت قال لك ده ايوه شيخ يوسف قال لي انت بس يقتلوك ديلك ديلك يقتل هم غفور الرحيم ليهم صح وانت بس شديد الاغاب لك صح رشه قال لك ده شيخ يوسف تعرفوا جد يا جنجبيل صح رشه قال لك اقتله قال لك يا زول صح نكرر هنا السياده نحن معاك غلابه مساكين هذه الثوره ثورتنا نحن من خلفك اعطينا حقنا بكل شيء ده صوتنا نحن ده صوتنا نحن يا ايها الناس ما تقولوا مساكين انا فكي ما نقتل زول اقتل بس ديلك غفور رحيم انت بشديد الاغاب بس رشه قال لك رشه ده من الواطه ده بتلعب ليه ولا شنو مش انت شايف انه كلامي ده فتنه لكن الفتنه طبعا اشد من القتل صح اللي يقتلوك انت بس يقتلوك انت ويقتل امك وحبوبتك ويجيلوا قروشك ويغتصب اخواتك ده عادي صح ده حلال صح لكن الفتنه ده اشد من القتل لكن القتل اهون والقتل حلال في فهمك انت صح نادر قتلوهم يا جماعه انتهوا منهم جد ما طبعا الفتنه اشد من القتل لكن القتل حلال ها ركز مسقوا عميان مسقوا بكاس طبعا صح عميان مسقوا بكاس طيب انت ليه بس ماسك في الفتنه اشد من القتل ما تكمل الباقي قدرت تورونا يعني والله يعني قدرت تورونا الدين ده الليله ولا شنو اعتدوا الى ما تجيب ده ولا دي سخنه ما تقدر تكتبها هنا صح اعتدوا اليهم بمثل ما اعتدى اليكم العين بالعين والسن بالسن والقتل بالقتل والجروح قصاص إذا طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فصلوا بينهما فإذا أتهم بقتل الأخرى قاتلوا الذي تبقى حتى تفي لأمر الله فإذا فات لأمر الله فصلوا بينهما والصلح خير ما تكتب الكلام ده ولا كذا بحركك الكلام ده اكتب الكلام ده هنا قل اعتدوا إليهم بمثل ما اعتدى عليكم العين بالعين والسن بالسن والقتل بالقتل اكتب يا ابن الكلب يا وسخ يا خسيس تقول لي الفتنة اكتب الكلام ده جبته من بيت أمي أنا من سوق الخضار لا الكلام ده لا ما مكتوب في المصحف صح؟ لا اكتبوا لا اتؤمنون ببعض الكتاب واتكفرون ببعض اكتب القران كله هنا اكتبوا في التعليق كله ده ما دين صح؟ اكتبوا هنا اكتبوا بلا يخمك على وشك انت ما عرفت تمسك لي عناي اناق النصوص ها؟ اكتبوا يا كلب ما بتقدر يا زول ما بتقدر تخمنا باسم الدين يا صاحبي نحن متدينين اكثر منك ما تقدر كذاب يا منافق يا دجال يا حقير ما تقدر تخم الناس ثاني باسم الدين كشف الكلام ده في زول قطع عليه كريم شوت ناس زي ديل تجي تقول لي الله قال والرسول قال امشي 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 الحرم هناك امشي مكه اقل امشي هناك احنا ما دايرينك امشي اقل شيخ هناك ما دايرينك نحن ما تورينا الدين ما محتاجين انت تورينا اي حاجه انتوا خايفين طيب دقيقه خليك معي هنا شوف قطع ايس كريم شوت صغير هنا في المحله دي شوف شوف الكلام ده متحالفين ليه القضارف ليه طيب ديل انت ما عندك فيهم دين ولا رحمه الزول الوسخ دارفوري كمان وسخ فلنقاي تابع لهناي يعني ديل انت ما شفتهم طبعا صح انا برد عليه وثاني برجع له كلامه ديل ما شفتهم بس حمك بتاكل وتربي لكش العظيم طبعا صح ديل الغلابه والمساكين ديل ما شفتهم احنا مشكلتنا انا شخصيا مشكلتي مع الحركات شنو مشكلتي مع الحركات حسي مني ما عارف قال لي بس لبر دلوبة كده وبتاخد خدت له هناي كده وما عارف قال دير يعمل شنو ما عارف دير يتخرج المهم ما عارف قرى 200 3 يوم قرى كده وتخرج من الجامعة بتاع انا ما عارف يعني خيط تمام فكلام كله كلام وسخ صحيح نحن ضد الحركات عشان شافوا الزر والحوام بتاع تحلل وناس عندهم دين وعندهم شرف ها ما كان خلوا اهلهم والمرقوا عشانهم كويس وراكبينهم في التطشر في التطشرات كويس العربات الفارهه وبياكلوا بيشربوا وخلوا اهلنا في الذل والهوان كله ما عندهم دين وما عندهم شرف جد بدون استثناء لاي طرف وعلى راسهم عبد الواحد والله لو عنده زول دين وعنده ذره بتاع الشرف وعنده ذره بتاع الكرامه قسما بالله ما يخلي الغلابه والمساكين دي يكونوا قاعدين زي ده مشلحتين موت يا اخي يا اخي موت يا اخي أين الذل والحوام عشان ما تقول لي أنا مشروع ولا بتيخ ولا بتاع لو عندك دين وعندك شرف أين النازل بس أين النازل أين النازل دان مرتاح أي زول بيقول أنا عربي ما قاعد في معسكرات نزوح ولجوم أي زول ليه أنت بس مشلحت ليه أنت بس مقطع ليه أنت بس ما قادر تاكل ها وين الكوادر
وين كوادركم؟ نحن عندنا كوادر، جماعه عبد الواحد، جماعه مني، جماعه منصور، جماعه نحن كوادر، ونحن ونحن وبتيخ وطا. وين وين انتم؟ وين انتم من اهلكم؟ ها نحن مشكلتنا معاكم عشان انتم جيتوا خطيتوا يدكم في الجنجويت الرباطي اسمه حميدتي. زول اغتصب ارضك وعرضك واوسخ مخلوق عبد الواحد، لانه كان اصلا قبض الزول اللي قال انا رب الفور البرهان وفكاو والادله بالشوالات، وهذا موجود وقاعد في اليوتيوب عرضناه لكم 700 مره. بالله عليك لو في زول اغتصب